بظل الضغوطات النفسية اللي عم نعيشها كل يوم، لازم تكون خدمات الصحة النفسية متوفرة للكل ومجانية. لنأمن المساواة بالصحة النفسية، لازم أول شيء نشيل الوصمة عن الأمراض النفسية. ما تكون تابو، تكون متوفرة للكل ونحكي فيها كأنه حال موضوع صحة تاني. بتتحقق المساواة لما نعترف بأهميتها، تصير تتغطى بالضمان الاجتماعي، تصير جزء من ثقافتنا، يصير في توعية حواليها. الوعي والتكثيف الإعلامي على الصحة النفسية هو بيوصل لمساواة حقيقية بين العالم.